نور الدين ميليكشي مخترع، عالم فيزيائي وباحث بوكالة الفضاء الأمريكية نازا. البروفيسور الجزائري عميد كلية كيندي للعلوم في جامعة يوماس لويل من مواليد 1958 بإثنية بولاية بومرداس، تابع دراسته في الجزائر ليلتحق بعدها إلى بريطانيا بمنحة من الجزائر لدراسة الفيزياء، إلى أن استقر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1990 ويختارها محطة لطموحاته العلمية. عمل البروفيسور ميليكشي كباحث، أين بدأ مسيرة مثمرة مليئة بالابتكار، أين ساهم في الوصول إلى المركبة الأمريكية كوريوسيتي الشهيرة على كوكب المريخ. الدكتور طور هذه الآلة من خلال تقنية للمسح بأشعة الليزر تسمح بتصوير المياه تحت سطح المريخ ومراقبة الطقس وقياس مستويات الإشعاع، اختراع شكل قفزة علمية جديدة في مجال استكشاف الفضاء. حقق الدكتور 14 براءة اختراع، وتقديرا لهذه الإنجازات العلمية نال ميليكشي عددا كبيرا من الجوائز، منها جائزة منتصف المحيط الأطلسي الأمريكية من أجل الغد المعروفة باسم سمارت، جائزة كابيتول هيل وجائزة نازا للبحوث، كما حظي بمناصب رفيعة أبرزها هيئة الحماية من الإشعاع، هيئة السلامة العامة، وعضوية المجلس الاستشاري في وكالة نازا والجمعية الأمريكية للبصريات. كما نشر أكثر من 100 بحث في مجلات عالمية متخصصة في علوم الفيزياء والبصريات التطبيقية. ولم تقتصر أبحاث ميليكشي على الفضاء، بل تعدت ذلك لتشمل التشخيص المبكر لبعض الأمراض المستعصية على الطب الحديث، خاصة مرض السرطان. كما أشاد بيل غيتس بعمله في وكالة نازا، والذي منح مختبره في جامعة ولاية ديلاور منحة كبيرة، لينتخب اليوم ميليكشي عضوا في الجمعية الفيزيائية الأمريكية، وهو ما يعد اعترافا جديدا يتوج كل إنجازاته وجميع أبحاثه في مجال الفيزياء.